بسم الله الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل نعمته وبركته على أرواحنا جميعا أمين. ما زلنا في الأيام الصعبة وما زال الرب بيدي أصوات لكل واحد فينا. يا جماعة ارجعوا وتوبوا، لأنه إن لم تتوبوا كذلك كلكم تهلكون. وخلي بالك إنه الملكوت يعني في اليوم اللي انت هتمشي فيه من الدنيا دي، يا اما هتشوف الملكوت يا اما مش هتشوفه. من فضلك احنا في ايام صعبة، حط عينك في راسك، خلي بالك من نفسك، لانه اللي بيمشي مش بيرجع تاني. وفي ناس بالرغم من الايام الصعبة دي لكن ما زالوا ولا هم هنا. في ناس ما زالت بتجري على الدنيا وماسكة في الدنيا وبتعمل زي ما كل الناس بتعمل، ويقولوا ما كل الناس بتعمل، ايه المشكلة؟ وفي ناس مخداها جد وشايفة ان الايام صعبة وربنا بيعلي صوته الايام دي وماسك العصاية وعمالين يجروا يمين، عمالين يجروا على السماء. فخلي بالك احنا في ايام صعبة، يا اما تدخل الملكوت يا اما ما تدخلهوش. وفي شوية حاجات كده حذرنا منها ربنا، قال لنا لو ما خلتوش بالكم منها يبقى ممكن الملكوت يضيع منكم. اول حاجة حذرنا منها ربنا وحاجة خطيرة جدا، بيقول ابليس عدوكم يجول كأسد زائر ملتمسا من يبتلعه، فقاوموه راسخين في الإيمان عالمين إن تعبكم ليس باطلا في الرب. ما عندناش عدو في الدنيا دي إلا إبليس. ما فيش حد بيكرهك في الدنيا دي إلا الشيطان. والشيطان شبهه الكتاب زي الأسد الزائر المزنجر، كل يوم لفف على الناس عايز يبلع حد فينا. لكن يقول قاوموه راسخين في الإيمان عالمين إن تعبكم ليس باطلا في الرب. قاوموه يعني لو قلت للشيطان اهرب عني يا شيطان أو اسحب عني يا شيطان يجري، الشيطان جبان جدا، فأنت بس انتهروا. عالمين إن إيمانكم ليس باطلا في الرب أو تعبكم ليس باطلا في الرب، معناه إن كل تعب بتتعبه ربنا مقدره وعارف كويس. إذا الحق نفسك للملكوت، لأن الشيطان لا ينام ولا يرتاح أبدا، فاتح بقه كل يوم عايز يبلع واحد فينا. كل يوم عمال يصحى الصبح ويقول النهارده أنا هبلع مين من أولاد ربنا، والموضوع خطر. الشياطين قال له أنبا أنطونيوس، يا أنبا أنطونيوس إحنا بنشبهك في كل شيء، أنت تصوم ونحن لا نأكل، أنت تسهر ونحن لا ننام، ولكن يا أنبا أنطونيوس تغلبنا باتضاعك. واللي بيتوب هو إنسان متضع. لما واحد يجي يقول يعني إيه أنا لما أتفرج على أي حاجة، ما كل الناس بتشوف، ما كل الناس بتتفرج، إيه يعني لما أشوف أتفرج؟ وكل الناس اللي بتتفرج دي وتشوف دي رايحة جهنم؟ أيوة حبيبي رايحة جهنم. مين قال مش رايحة جهنم؟ إذا كان المسيح بيقول كل من نظر إلى امرأة اشتهاها زنى بها في قلب، وربنا بيهزر؟ ربنا بيقول كلام بيرجع فيه؟ لا، خلي بالك، خلي بالك من الميديا، لأن كل من نظر إلى امرأة اشتهاها ده زنا. واحد يقول فيها إيه لما أقول أي كلام وأقول اللي أنا عايزه؟ يعني إيه تقول اللي أنا عايزه؟ انت مش خايف من الايه اللي بتقول كل كلمه
بطالة تخرج من أفواهكم تعطون عنها حسابا في يوم الدينونة. إذا كان كل كلمة أنت هتتحاسب عنها لما تجي قدام ربنا مش خايف من الآية دي؟ إزاي تسمح لنفسك تقول أنا أقول اللي أنا عايز أقوله؟ طيب كم كلمة بتقولها في اليوم وحشة؟ طيب اضربها في الأسبوع، كم كلمة في الأسبوع بتقولها غلط؟ طيب اضربها في الشهر، كم كلمة في الشهر بتقولها غلط؟ طيب اضربها في السنة، كم كلمة في السنة بتقولها غلط؟ اضربها في عمرك كله. موضوع خطر. إذا كان كل كلمة تخرج من أفواهكم بطالة هناخد عنها حساب في يوم الدينونة، إذا ده معناها فعلا الشيطان فاتح بقه عايز يبلع أي حد فينا. لما يقول إبليس عدوكم يجول كأسد زائر ملتمسا من يبتلعه زي الأسد المزمجر، معناتها النهاردة كل يوم الشيطان بيصحى ويقول النهاردة الدور على مين عشان أبلعه. فخلي بالك إن الشيطان مش بينام ولا بيرتاح، عايز يهلك كل حد فينا، لأنه فعلا أهلك العالم كله في أيام سدوم وعمورة ما عدا لوط وبناته. خلي بالك أهلك العالم كله في أيام الطوفان ما عدا نوح وأولاده زوجات أولاده. يبقى الشيطان ممكن يبلع الدنيا دي كلها. إذن إلحق نفسك قبل ما تمشي من الدنيا دي، لأن الشيطان مرقد لك وعمال يلف على كل واحد فينا عايز يبلعه. إلحق نفسك لأن الكتاب بيقول مفتديين الوقت لأن الأيام شريرة. اشتري وقتك واعمل حسابك إن الوقت بيمر والعمر بيعدي والسنين بتمضي. وفي ناس بتقول إمتى أنا وصلت العمر ده؟ أنا لسه ما لحقتش أتوب، أنا لسه ما لحقتش أعمل حاجة. اعمل حسابك، لأنه اللي عمره 40 سنة عمال يقول لا يا عم لسه بدري. ده في ناس عاشت 70، واللي عاش 70 سنة يقول يا عمي ده في ناس بتعيش 90، واللي عاش 90 عمال لسه يأمل بيقول في ناس بتعيش أكتر من 90، وكل واحد مأمل إن هو يعيش أكتر من كده. مين قال؟ خلي بالك، خلي بالك لأنك كبرت في السن. اعمل حسابك انك انت كبرت في السن، واكبر دليل انك انت كبرت في السن ان شعرك ابيض، ودي علامة من علامات انك انت بقيت كبير في سنك. اعمل حسابك انك كبرت في سنك لانك انت كل يوم بتاخد دواء، والدواء ده عمال يزق في ايامك وعمال يزق في عمرك. لكن انت كعمر افتراضي عمرك خلص، لكن كده الحق وقف الدواء اللي بتاخده هتموت. لكن الدواء ده انما بس بيعد في العمر وخلاص. ياما في ناس عيوا والدكاترة حددوا لهم ايامهم، قالوا لهم انتوا فضلكم، اللي يقولوا له كم يوم، اللي يقولوا له كم شهر، اللي يقولوا له كم سنة. حتى لو اخذت دواء برضو أيامك قربت. أحبائي، ياما في ناس بتقول لسه العمر طويل. الغني الغبي قال كده، قال يا نفسي لسه قدامك سنين عديدة وعندي خيرات كثيرة تتمتع بيها لعمرك الطويل. ولكن جاله صوت من السماء وقال له يا غني يا غبي، أيوة ليك خيرات كثيرة وعندك فلوس وعندك أملاك وعندك ممتلكات وعندك رصيد في البنك وعندك حاجات كثيرة، لكن مين اللي قال عندك سنين عديدة؟ اليوم النهاردة هتشرف عندنا في السماء.
اليوم تطلب نفسك منك والذي عددته لمن يكون. إذا لما قال كلي يا نفسي واشربي وافرحي لأن لك خيرات كثيرة، قال له أيوة عندك خيرات، لكن خيراتك دي هتسيبها لغيرك. ولما قال إنه لك سنين عديدة، قال له رد عليه قال له مين عندك، مين قال لك عندك سنين عديدة؟ النهارده هتشرف عندنا في السماء. إذا الإنسان يا أحبائي اللي عايز يدخل السماء، خلوا بالكم إنه أنا مش عايز أقول لك السنة اللي بتعدي مش بترجع تاني، لا، ده أنا بقول لك اليوم اللي بيعدي في حياتك مش بيرجع تاني، وأقول لك الساعة اللي بتعدي من حياتك مش بترجع تاني. عشان كده القديس يوستس الأنطوني اللي كان في الدير الأنبا أنطونيوس، ده راي البركة قديس، ما عندوش كلمة إلا كل واحد رايح وجاي يسأل يقول له الساعة كام؟ الساعة كام؟ فسألوه ليه بتسأل الساعة كام؟ لأنه عارف إنه الساعة اللي بتمشي مش بترجع تاني أبدا. إذا الحق نفسك لأنه أيامك قربت، لأنه الكتاب بيقول مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة. عشان كده يا أحبائي الكنيسة دايما بتخوفنا وبتقول لنا بالليل قبل ما ننام، لكن توبي يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنة. طول ما أنت عايش في الأرض وساكن في الأرض قدامك فرصة أنك أنت تتوب وترجع. ليه؟ لأنه يكمل ويقول لأنه ليس في الموت من يذكر. مين النهاردة ميت بيذكر ربنا؟ ولا في الجحيم من يشكر. مين النهاردة في الجحيم عمال يشكر ربنا أو بيتوب أو يقول يا ربي توبني أو اديني فرصة أرجع وأتوب تاني؟ توبي يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنة. الحق نفسك لأنه افتدي الوقت واشتري وقتك، لأنك أنت ابتديت تكبر. وإذا النهاردة قادر تصلي بكرة مش هتقدر تصلي، والنهاردة إذا قادر تصوم بكرة مش هتقدر تصوم، والنهاردة إذا عينك بتشوف وقادر تقرأ الإنجيل بكرة ممكن عينك تظلم، والنهاردة إذا قادر تمشي الكنيسة تتناول بكرة مش هتقدر تمشي الكنيسة تتناول. خلي بالك، خلي بالك، لأنه ياما في ناس أجلت كثير، وياما في ناس قالت بكرة أتوب، بكرة أرجع، بكرة أفكر أرجع وأتوب. مين قال لك بكرة جاي لك؟ وهل أنت ضامن بكرة ده في جيبك؟ هل أنت ضامنه؟ أحبائي الابن الضال لما جاي يرجع لربنا ما قالش بكرة، قال قوم الآن، الآن هأخذ قرار وأقول له أخطأت أبويا في السماء وقدامك ولست مستحقا ولك ابنا، فاجعلني كأحد جرائك. لم يؤجل، ما قالش بكرة. زكى العشار الحرامي السارق اللي ظلم وأخذ فلوس الناس، ما قالش بكرة أبقى أفكر أرجع فلوس الناس اللي ظلمتهم ولا لا، قال دلوقتي يا رب وانت قاعد في بيتي فتح الخزنة طلع الفلوس رجع الفلوس للناس اللي هو أخذ منها الفلوس. توبي يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنة. عشان كده يا أحبائي في اليوم ده المسيح قال له اليوم حصل خلاص لأهل هذا البيت. إذن خلي بالك، توبي يا نفسي، لأنه إبليس أولاً يجول ملتمسا كأسد زائرا كل يوم ملتمسا من يبتلعه. ثانيا، توبي يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنة، افتدي وقتك لأن الأيام شريرة. ثالثا، توبي يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنة، لأن الكتاب يقول لا تضلوا، لأن المعاشرات الرديئة تفسد الأخلاق الجيدة. عارف كلمة لا تضلوا يعني إيه؟ يعني اوعى حد يغشك،
او انت اوعى تغش نفسك وتقول لا انا همشي مع الناس دول لكن مش هتأثر بيهم. مين قال؟ كان غيرك اشطر. ومين قال انك انت عارف ان المجموعة دي لما تدخل عليها بيتكلموا على الناس ويجيبوا سيرة الناس؟ قل لا انا همشي ادخل وازور بس هعمل حسابي. تضحك على نفسك. لا انا عارف الناس دول بيتكلموا كلام بذيء همسك لساني ومش هتكلم. غلط. انت مش اشطر من الشيطان. معاشرات الرديئة تفسد الاخلاق الجيدة. إذن يا أحبائي لا تضلوا. إحنا بنقول إيه؟ خلي مسافة بينك وبين كل إنسان ممكن يضيع منك السماء، وده مش غلط، ابعد منه شوية. ليه؟ لأنه التوبة تتضمن لازم تترك مسافة في التعامل بينك وبين أي إنسان ممكن يعصرك. خليك حريص في التعامل معه. احنا بنقول النهارده في ايام كورونا يا جماعه ابعدوا من بعض، البسوا ماسكات، لالا واحد يعد التاني وكل واحد بعيد من التاني حرصا على انه ما يتعديش، وده مش غلط. طيب اذا انت عارف انه انسان ممكن يعديك في الخطيه ويضيع منك السماء ابعد منه، وده مش غلط. معاشرات الرديئه تفسد الأخلاق الجيدة. لو النهاردة عندك صندوق بتاع تفاح وبعدين حطيت تفاحة واحدة بس بايظة جوا الصندوق، تعال بكرة شوف أو يومين شوف الصندوق ده هتلاقيه كله باظ. ليه؟ لأن التفاحة الواحدة ممكن تفسد الصندوق كله. إذا الحق نفسك، لأنه إبليس عدوكم يجول كأسد زائر ملتمسا مبني يبتلعه. الحق نفسك لأنه مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة. الحق نفسك لأنه المعاشرات الرديئة تفسد الأخلاق الجيدة. الحق نفسك لأنه ربنا مش بغير كلامه أبدا. الكلام اللي بيقوله ربنا في الكتاب مش بيتغير. السماء والأرض تزولان حرف من حرف من كلامي ما بتغيرش أبدا. يعني قال ربنا إنه في ناس كده مش هتدخل السماء أبدا. الشيطان يقول لك يا عمي ما تكذب، ما كل الناس بتكذب، إيه المشكلة يعني؟ كل الناس بتكذب، إيه المشكلة؟ اكذب يا حبيب اكذب. تكذب يعني إيه؟ تكذب تروح النار. ربنا قال كذبون لا يدخلون ملكوت الله. اقرا كده في اعمال الرسل، حنانيا وسفيرا لما كذبوا على بطرس وقعوا ماتوا. يقول لك صار خوف الناس بينهم، يعني كله ابتدى يخاف. الكذب يودي النار. النهارده يقول لك ما تكذب يا عم ما تكذب، كل الناس بتكذب، ايه يعني؟ النهارده يقول لك يا عمي شوف اللي تشوفه، ايه الموضوع يعني؟ اتفرج على اللي انت عايز تشوفه، ايه يعني؟ ايه يعني؟ يعني ايه يعني؟ احكي لك حكايه عشان تخوفك شويه. انه كان في واحد مدمن مناظر شريره وافلام اباحيه شريره، مدمن ومش عايز يبطل ابدا، وكل مره يمشي لاب اعترافه يقع ويسقط يقع ويسقط. لكن عشان ربنا خاف عليه ان هو يروح النار قام جرسه جرسه من ودانه خلاه يبطل. عارفين عمل ايه؟ عنده ابن وحيد اخذه منه عشان يبطل. ومن هنا قال له ربي عرفت انك انت عايز تقول لي ايه. بس كان درس قوي وكان قلم على وشه قوي، بس ربنا قال له أنا عايزك تدخل السماء. ومن ساعتها عرف يعني إيه أبديته. يا أحبائي الإنجيل صريح. في الأول قال لا تضلوا، يعني ما فيش حد يغشك لأن المعاشرات الرديئة تفسد الأخلاق الجيدة. تاني جاء قال عاد نفس الكلام لا تضلوا.
فحطنا لسته كده من الناس اللي مش داخله السماء. شوف انت من اللسته دي ولا لا. قال لا تضلوا. مين يا رب اللي مش داخله السماء؟ قال لا زناه. والزنا دلوقتي على ودنه، ومش ضروري الزنا يكون بالفعل، الزنا بالميديا، الزنا بالفكر، الزنا بالنت، الزنا بالحاجات الكثيرة. لا زنا يدخلون ملكوت الله، ولا مضاجعي ذكور اللي هو الشذوذ الجنسي، دول عمرهم ما يدخل السماء أبدا. ولا سارقون، أي حد ياخد حاجة مش بتاعته ده حرامي، والحرامي مش هيدخل السماء أبدا، خلي بالك. ولا طماعون، الإنسان اللي بيطمع في حاجة مش بتاعته ده مش داخل السماء. الإنسان اللي ممكن يقاسم أخوه عشان ورثه وطمعان في حاجة أخوه ده مش داخل السماء. ولا سكيرون، الناس بتسكر عادي، ناس بتسكر عادي، واحد يقول لك أنا ما يجينيش نوم إلا لما أشرب لي كأس عشان أقدر أنام. يا سلام، يعني أنت لازم رأسك دي تنعنش كده عشان تقدر تنام يعني؟ طب مش داخل السماء. أفرض مت بالليل وأنت شارب لك كأس، بين في السماء. لا شتامون، مين النهاردة فينا مش بيشتم؟ ولا حلافون، مين مش بيحلف؟ ولا كذابون، مين مش بيكذب؟ ولا مأبونون، مين هم المأبونون دول؟ اللي هم المثليين، اللي هو الرجل مع الرجل والست مع الست، دول اسمهم المأبونون، اللي هي الخيبة اللي احنا فيها الأيام دي، المثليين. وللأسف الكنائس النهاردة في الغرب ابتدت إن هي تجوزهم وتديهم الحل، رجل مع رجل وامرأة مع امرأة، بالرغم من الكتاب يقول مقبولون دول مش داخلين السماء. أنت تقول الحمد لله أنا لا بزني ولا بضاجع ذكور ولا بسرق ولا من المثليين المأبونون ولا بسكر، أوكي. طيب إيه رأيك في الشتامون والحلافون والكذابون؟ لا يدخلون ملكوت الله. الغريبة إن الحلافون والشتامون والكذابون حطاهم في نفس الآية بتاعت السكريين ومضاجعي الذكور والمأبونون والطماعون والزنا، نفس الآية نفس السطر، يعني دول لا يقل من دول أبدا. موضوع خطأ، اوعى تصنف الخطايا تقول دي بسيطة ودي مش بسيطة. لا يا حبيبي، لا، الشتام والحلاف والكذاب زيه زي الزاني والضاجع ذكور والمثليين والسكريين وعباد الأوثان، كلهم واحد. لا تضلوا، لا تضلوا في الأول قبل ما يقول الناس دول، في الأول قال لا تضلوا، يعني اوعى حد يغشك أو أنت تغش نفسك. إذا الحق نفسك، لأنه إبليس عدوكم يجول كأسر زائر يجول من يبتلعهم. طيب يا رب عايز أتوب، توبي يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنة. طب أعمل إيه يا رب عشان أتوب؟ أول حاجة إحنا قلنا يا إما تدخل الملكوت يا إما ما تدخلهوش، وخلي بالك إبليس عدوكم يجول، عايز يبتلع كل إنسان، مفتدين الوقت الأيام شريرة، معاشرات الرديئة تفسد الأخلاق الجيدة، وربنا مش بغير كلامه، في لستة مش داخل السماء. طيب أعمل إيه؟ عايز أتوب يا رب. راجع نفسك من فضلك، أقعد مع نفسك كل يوم وراجع نفسك، النهاردة عملت إيه؟ الابن الضال اللي خلاه يرجع لأبوه إنه راجع إلى نفسه وقعد لنفسه ومع نفسه وقال إيه اللي بعمل فيه ده؟ أروح لأبويا دلوقتي. يعني إيه ارجع إلى نفسك؟ رجع إلى نفسه يعني واجه نفسك، صارح نفسك، اوعى تضحك على نفسك، واوعى
تجامل نفسك، اوعى تجامل نفسك، واوعى تضحك على نفسك، واوعى يعني ما تصارحش نفسك، واجه نفسك وقل لنفسك وانت قاعد: يا نفسي، اللي انت بتعمليه ده غلط، لا عاجبني ولا عاجب ربنا، حتى لو عاجب الناس لكن مش عاجب ربنا، وانا ماليش دعوه بالناس، الناس حيموتوا ويمشوا وانا حموت وامشي، والناس حينسوني وانا حنسى الناس، اللي فاضل لي ربنا. انا مش عايز رضا الناس، انا عايز رضا ربنا، لانه ربنا هو اللي حاكمني، هو اللي حاسبني. واجه نفسك، صارح نفسك، واوعى تضحك على نفسك، واوعى تجامل نفسك. صارح نفسك وقول لنفسك: يا نفسي، يا نفسي اعمل حسابك. ربنا لما تقف قدامه هيقول لك: حبيبي بص، كل حاجة عملتها لك عشان تدخل السماء، كل حاجة، فداء وفديتك، صلب واتصلبت، جلد واتجلدت، اتف على وشي واتبزغ فيا واتشتمت، كله عشان تدخل السماء. قل لي ايه حاجة واحدة بس ممكن اعملها لك وانا ما عملتلهاش ليك عشان تدخل السماء. كنيسة اديتك، تناول من جسدي ودمي اديتك، قداسات يومية اديتك، اباء اعتراف اديتك، اديتك اعظم هدية هي هدية الغفران. هدية الغفران، روح لأبونا قول لي: أبونا غلطت في واحد واثنين وثلاثة، وتوب توبة حقيقية. أبونا يحط الصليب على راسك، الخطية تجي من راسك على الصليب وتتغفر بالتوبة والاعتراف وجسد الرب ودمه. طب لما قدامك عطيت غفران، شيل من ربنا وخد من ربنا واغفر، لأنه ربنا بيغفر كثير. بس خلي بالك، ربنا قال اللي مش حيسامح مش حيتسامح، اللي مش حيسامح أخوه عمر ما ربنا يسامحه أبدا. ربنا هيقول لك: كل حاجة عملتها لك عشان تدخل الملكوت، لكن أنت المصر مش عايز تدخل. وخلي بالك، خلي بالك، ربنا مش هيدخلك السماء غصب عنك، لأنك أنت اللي مش عايز تدخل السماء. يا أورشليم، يا أورشليم، كم من مرة أردت أن أجمع أولادك وأنت مش عايزة. أوعى تقول ده ربنا عنده ناس ناس، وربنا هيدخل ناس ويسيب ناس، لا، فيش كلام زي كده. الله يريد جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون، بس أنت مش عايز. وربنا مش هيجبرك أنك تدخل الملكوت، لأنه إذا أنت كنت مع الشيطان في الأرض هتكمل معه في السماء، وإذا كنت مع ربنا في الأرض هتكمل معه في السماء. قل لنفسك: هل يوم من الأيام لما تقف قدام ربنا تقول له: يا رب سوري، معلش، إنه كل الجيل اللي أنا كنت عايش فيه كان جيل صعب، ولا حد يا رب من جيلي دخل السماء، لأنهم كلهم كانوا وحشين. مين قال؟ ده ربنا يطلع لك قديسين عاشوا في جيلك وكانوا أصغر منك كمان، ويقول لك: فلان ده مش عاش في جيلك، وفلان ده مش كان قدرك، وعلتكان ده مش أصغر منك، دول بقوا قديسين ودخلوا السماء ازاي؟ طيب هنقول ايه؟ أحبائي، اقعد مع نفسك كل يوم. ياما بنقعد كل يوم مع الناس ونضيع وقت، ونقعد مع التلفزيون ونضيع وقت، ونقعد مع الميديا والفيسبوك ونضيع وقت، ونقعد مع التلفونات ونضيع وقت. اقعد مع نفسك. النهارده تقدر تقعد مع نفسك، بكره مش هتلقى وقت تقعد فيه مع نفسك. كل يوم قبل ما تصلي النوم اقعد مع نفسك 5 دقائق بس، وحاسب نفسك من راسك لرجليك. قول النهاردة: أنا فكرت إيه غلط؟ خدها كده من مخك، أصل الخطايا كلها بتيجي من هنا من الرأس. يا رب، أنا فكرت إيه النهاردة غلط؟
يا رب شفت ايه النهارده انا غلط، انزل تحت من فوق لتحت. يا رب انا عملت ايه في لساني، قلت ايه غلط، شفتي قالت ايه، يا رب سمعت ايه غلط، يا رب قلبي كره مين، يا رب يدي مشت فين ورجلي مشت فين. وحاسب نفسك عشان لما تصلي صلاة النوم وتقول هو زان عتيد أن أقف أمام الديان العادل مرعوب ومرتعب، تكون عارف نفسك أنت الخطايا اللي عملتها إيه، مرعوب ومرتعب فيها، إزاي عملت كل ده وحقف قدام ربنا وأنا مرعوب ومرتعب. لما تقول له اغسلني فأبيض أكثر من الثلج، عارف إيه الخطايا اللي عملتها المفروض ربنا يغسلك فيها من الثلج. اقعد مع نفسك وقول ده في حاجات النهارده انا عملتها مفروض ما اعملهاش، ليه يا رب عملتها؟ وفي حاجات مفروض اعملها وما عملتهاش، اذا صلاه واذا صوم واذا عمل خير واذا صلح مع اخوك واذا غفران واذا تسامح واذا حاجات كثيره مفروض تعملها وما عملتهاش، ليه ما عملتهاش؟ اقعد مع نفسك، واجه نفسك، صارح نفسك، اوعى تضحك على نفسك واوعى تجامل نفسك. عشان كده يا احبائي الخطايا اللي انت عملتها كل يوم اعمل حسابك، اذا ما تبتش عليها يوم بتمشي من الدنيا دي هتقف قدام ربنا مرعوب ومرتعب من كثر الذنوب. خلي بالك، طيب أنا يا رب عايز أتوب، توب يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنة، أعمل إيه تاني؟ خليك راجل، في آية بتقول كده كونوا رجال، والكلام ده مش للرجال بس، الكلام ده للرجال والستات، خليك راجل وخليك راجلة وتحدى نفسك. خليك راجل وقول الموضوع ده هينتهي يعني هينتهي ومش هرجع له تاني ابدا، لازم يخلص. خليك راجل وقول العلاقه الغلط اللي انا فيها دي لازم هبطلها يعني هبطلها. وخليك راجل وتعالى على نفسك وعلى كرامتك وصالح اخوك وقول له يا ربي انا مش قادر انسى اساءته، لكن يا ربي خليني راجل وانت قلت تكونوا رجال وخلينا اروح أصالح وأعتذر. أحبائي الملكوت يا إما تلحقوا يا إما ما تلحقوش. كمان توب يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنة، تحدى نفسك. تحدى نفسك يعني إيه؟ اتحدى نفسك. أنا وأنت بس فالحين نتحدى الناس كلها، اتحداك واتحداكي واتحدى أكبر جعيس واتحدى الدولة واتحدى القانون. يا عم ايه يا عم، اتحدى نفسك، خليك حنين مع الناس وخليك ناشف مع نفسك واتحدى نفسك وقول يا نفسي انا هدخل السماء يعني هدخل السماء. خلي بالك، خلي بالك وتوب، لان في شكله بتحصل جواك كل يوم. ايه هي الشكله؟ الجسد يشتهي ضد الروح والروح تشتهي ضد الجسد، وكلهما يقاوم بعضهما البعض، في مقاومة في شكلة بتحصل كل يوم بين الروح والجسد. كل يوم ربنا بيدخلنا في اختبار وفي امتحان بين الروح وبين الجسد. الروح نفسها تصلي والجسد عايز ينام، الروح نفسها تصوم والجسد يا عم عايزين ناكل، ادوب طالعين من صيام، خلينا نفطر اربع وجمعه داخل علينا العذراء. ان النفس والروح نفسها ان تصالح الناس وتحب الناس وتغفر للناس وتفوت للناس، والجسد لا، عايز الكرامه وليه يهنوني وليه يعملوا لي. الجسد عايز يكون يشتهي ويبص ويعمل شهوات الدنيا، والروح عايزة تكون طاهرة. كل يوم في شكلة بين روحك وجسدك.
ها مين اللي يغلب، الروح ولا الجسد؟ من الغالبين ولا من المغلوبين؟ خلي بالك الكتاب يقول السماء للغالبين، السماء للمنتصرين، لكن اللي مش غالب ده مش داخل السماء. خلي بالك أول ما تدخل تطلع من الأرض هنا هتروح على باب السماء، يا إما تلقى اسمك على باب السماء يا إما ما تلقاش اسمك على باب السماء. اسمك هيكون مع الغالبين ولا مع المغلوبين؟ توبي يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنة. قل لنفسك لماذا أنت حزينة يا نفسي؟ ترجي الله، يعني خلي عندك رجاء في الله. يا نفسي ليه حزينة؟ خلي عندك رجاء في ربنا الله. قل لنفسك كده، الله لا يكره الأشرار، الله يكره الشر، لكن ربنا يحب الأشرار. لماتي لا يدعو أبرار بل خطاة للتوبة، لكن ربنا عمره ما يكره الأشرار أبدا. ربنا لا يحتاج لصحاء للطبيب بل المرضى. ربنا يكره الشر لكن ما يكرهش ما يكرهش الأشرار. ما جئت لأدعو أبرار بل خطاة إلى التوبة. قل لنفسك يا نفسي، حين نفسك وقول يا نفسي ربنا مستنيك. حين نفسك وقول لي يا نفسي انت ليه زعلانة؟ يا نفسي ليه زعلانة؟ قومي قومي تاني يا نفسي، حتى لو وقعت يا نفسي ايه المشكلة؟ قومي يا نفسي تاني وابتدي من اول وجديد. واوعى الشيطان يقول لك ده انت خايب، ده انت مش نافع، ده انت مش وش سماء، ده انت اصلك مصيرتك مصيرك جهنم، ده انت يا ما حاولت، ده انت. اوعى شيطان الياس يجيك، انما ترجى الله وحط رجاءك في ربنا وقول له يا رب ده انت قلت الصديق يقع في اليوم 7 مرات ويقوم. ده الانسان الصديق يقع في اليوم 7 مرات ويقوم. توبي يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنة، لأنه قل له يا ربي يا ما في ناس كانوا أوحش مني في الدنيا وبقوا قديسين ودخلوا السماء. الآن بموسى الأسود، الآن بموسى الأسود مين كان شرير زيه؟ ما قتل وقتل، زنا وزنا، سرقة وسرق، ظلم وظلم. قول زي ما تقول في موسى، في قديس موسى الأسود، لكن دلوقتي نحن لا نستحق تراب رجلي. حين نفسك وقول يا نفسي انت ليه يأسانة؟ ما في ناس كانت أوحش منك ودخلت السماء. داود النبي اللي احنا عمالين نقرأ مزاميره ده صبحي وليل، باكر والثالثة والسادسة والتاسعة والغروب والنوم ونصف الليل، ده كان راجل يعني في زنا، زنا، قتل، قتل، كذب، كذب. وبعدين نقول له الملك الطاهر، طاهر يا عم، طاهر ايه والزنا اللي انت زنيته ده؟ التوبة تجعل الزنا بتوليين. التوبة يقول بللت فراشي بدموعي، اغسلني فأبيض أكثر من الثلج. قاعد من كثرة البكاء على خطاياه نام وهو على فراشه عايم في دموعه. والقديسين بيقولوا كده الدموع هي معمودية ثانية، لكن أصبح قديس، قديس. سليمان الحكيم اللي قال مهما اشتهته عيني لم أمنحها عنها، كل حاجة نفسي فيها عملتها، ده سليمان الحكيم. لكن التوبة جعلته إنسان قديس. بنقرأ حكمته في الآخر، تاب وقال إيه؟ قال الباطل كل باطل وقبض الريح. حين نفسك ويوعى جاي من نفسك، ويوعى تضحك على نفسك وقول يا نفسي يا ما في ناس كانت أشر منك وبقوا ناس قديسين ودخلوا السماء. قل له يا ربي، اقعد مع نفسك وقل له يا ربي بصراحة كده، بصراحة أنا مش قادر أغير نفسي، أنا مش قادر أغير نفسي، غيرها لي أنت يا رب.
أنا رب إرادتي ضعيفة، اديني إرادة قوية يا رب. أنا مش عارف يا رب أغلب شهواتي، اغلب لي أنت شهواتي يا رب. أنا مش عارف أوقف الموضوع اللي ماسكني ومربطني ده، مش عارف، ساعدني أنت يا رب من عندك. أنا رب غلباني شهوة الأنا وشهوة الذات وشهوة الكرامة، مش قادر، اديني أنت من عندك يا رب. قول لي يا رب حب الفلوس خليني أكذب وخليني أسرق وخليني أظلم، والفلوس مسكاني ومربطاني، مش قادر. اشمعني زكى؟ اشمعني زكى اللي تاب وساب الفلوس؟ ما ترحمني زيه. قول لي يا رب أنا ضعيف، أنا ضعيف، ضعيف يا رب نفسيا، ضعيف يا رب جسديا، ضعيف يا رب روحيا. وإذا جالك الشيطان يوم من الأيام وقعد يخوفك يقول لك ده أنت ما فيكش فايدة، ده أنت خايب، ده أنت ضايع، ده أنت مصيرك جهنم، قل له أسكت يا شيطان أسكت، ده ربنا بحبني، ده ربنا مات عشاني، ده ربنا ما استخسرش دمه فيا، ده ربنا محضر لي السماء. أسكت، أنا هدخل، يعني هدخل وغصب عنك. اوعى تجامل نفسك وخليك شديد مع نفسك. أحبائي، قل للشيطان يا شيطان أنت قوي لكن في الأقوى منك ربنا. قل له ربنا يا ربي أنا ضعيف، أنا مش قوي، وأنت رب بتاع الضعفاء مش بتاع الأقوياء. إذا كان الأب أنطونيوس بجلالة قدره قال للشياطين أنا أصغر من أن أحارب أصغركم، أصغر واحد فيكم أنا ما أقدرش أحاربه. ارجع لنفسك وقل يا نفسي توبي يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنة. ارجع لنفسك واصرخ لربنا وقل يا رب الحقني، بص لربنا لفوق وقل يا رب الحقني أنا مش قادر أعمل حاجة. أحكي لك حكاية عن واحد اسمه يهوشافاط. يهوشافاط ده كان راجل بيحب ربنا وكان راجل تقي وكان راجل حلو جدا. وقع في حرب مع ثلاثة شعوب، ناس اسمهم بني عمون وناس اسمهم بني سعير وناس اسمهم بني مؤاب، وهو جيش صغنطوطي قدر كده، وقال احنا ميتين يعني ميتين ومغلوبين يعني مغلوبين، والحرب غير متكافئة واحنا مش عارفين نعمل ايه. يهوشافاط عارفين عمل ايه؟ رفع عينه لفوق وصلى وقال له نحن يا رب لا نعلم ماذا نفعل لكن أعيننا نحوك. يا رب أنا مش عارف أعمل إيه، كل دول عليا وأنا مش عارف أعمل إيه، أنا ما عنديش حاجة غير أرفع عيني للسماء وأقول لك اتصرف أنت بس. الذين معنا علينا أكثر من الذين علينا، أعمل إيه يا رب؟ فقام عارفين جالوا عمل إيه؟ جاله واحد من الأنبياء وقال له يا يهوشافاط ده ربنا بيقول لك أنت هتنزل بكرة الحرب وهتغلب. قال له أنا؟ قال له أيوة. قال له إزاي؟ قال له ما أعرفش، ربنا قال كده. مش أنت اتضعت وقلت يا رب أنا ما أعرفش أعمل إيه؟ وأنا راجل خاطي وأنا لا حول لي ولا قوة، وطلبت معونة ربنا، خلاص ربنا قال أنت هتغلب. راح يهوشافاط للجيش بتاعه وراح للشعب كله وقال لهم افرحوا اغلبوا احنا بكره منتصرين. فكل واحد بص للتاني يقول ايه ده جنه ده ولا ايه؟ ده احنا كلنا هنموت بكره، بني عمون وبني سعير وبني كله، ايه ده احنا ولا نيجي جنبهم حاجه. قال لهم انا ما اعرفش. بس يهوشافاط طلب منهم، قال لهم اللاويين اللي هم المرنمين، قال لهم دول يطلعوا قدام بكره في الحرب. قالوا له ازاي المرنمين يطلعوا في الحرب؟ ده الجيش اول لازم يطلع في الحرب والمرنمين يصلوا وراهم. قالوا لهم لا،
الحكاية تتعكس دلوقتي، المرنمين يطلعوا في الأول والجيش يكونوا في الآخر، ويقول الهوس الثاني اشكروا الرب لأنه إلى الأبد رحمته، احمدوا الرب لأنه صالح وإلى الأبد رحمته. نفذوا الكلام وفعلا طلعوا المرنمين، وكان في زي وادي كده تحت كده، وهم ناس يخوشفات فوق الجبل ونازلين الوادي عشان يحاربوا الثلاثة شعوب دول، وهم نازلين عارفين حصل ايه؟ لقوا الثلاثة شعوب واقعين في بعض وبحاربوا في بعض وفتنوا بعض وكله بيقتل في كله. الثلاثة شعوب بيموتوا بعض. شفت ازاي؟ شوف ربنا بيعمل ايه؟ ان الذين معنا اكثر من الذين علينا. وفعلا نزل للوادي ولقى الناس اللي مات مات، واللي هرب هرب، واللي جرى جرى، وهم نزلوا اخذوا كل الغنائم اللي عنديهم وانتصروا، وقالوا له يا رب احنا لا رفعنا سلاح ولا حربنا لكن غلبنا. اذا لما تكون مغلوب من خطية ارفع عينك لفوق وقل له ربي نحن لا نعلم ماذا نفعل لكن نحوك أعيننا. أنا مش عارف أعمل إيه، أنا كل اللي أقدر أعمله أقول لك الحقني يا رب أنا ضعيف. في مرة تاني برضو أحكي لك حكاية عن واحد راهب. الراهب ده صغير في السن، وبعدين رئيس الدير قال له انت بكره هتشيل الجفف بتاعه الرهبان، لان الرهبان كانوا بيعملوا جفف وبيبيعوها في البلد عشان الفلوس يشتروا بيها عيش واكل. فرئيس الدير قال للراهب ده انت بكره هتشيل الجفف تبيعها وتجيب لنا بيها اكل بالفلوس. قال له انا يا ابويا ده انا راهب صغير وانا خايف انزل البلد واغلط في البلد، ده انا ضعيف ابعت حد قوي. قال له لا انت اللي هتروح. قال له انا ضعيف ضعيف فعلا ضعيف، انا هاسقط والاغراءات في البلد قويه. قال له بقول لك ايه؟ قال له انت بتحب باعترافك؟ قال له جدا. قال له بتثق فيه؟ قال له جدا. قال له بص اذا جاتك اي تجربه اصرخ وقول له الحقني يا ابويا بس، ونادي على اسمه أب اعترافك. قال له يعمل ايه يعني أب اعترافي؟ ده انا في حته وهو في حته. قال له مالكش دعوه، أب اعترافك بيصلي لك، أب اعترافك بخاف عليك، أب اعترافك هو الوحيد اللي بيسهر على خلاص نفسك. عشان كده كل واحد ما عندوش أب اعتراف ياخد لأب اعتراف عشان هو ده اللي بيصلي لك ويخاف عليك. وفعلا الشاب الصغير ده الراهب الصغير اخذ الجفف وراح يبيعها في السوق وباع منها شويه، وجاته واحده شريره. اوبا، قلت له انا عايز اشتري منك الجفف دي بس الفلوس مش معايا، الفلوس معايا في البيت، تعال معايا البيت اديك الفلوس. فالشاب ده الراهب الصغير على نياته وطاهر قال له يلا، فدخلته معاه البيت وقفلت عليه الباب، ومن هنا عرف الشيطان هيجربه. اول ما قفلت عليه الباب اتذكر كلام رئيس الدير قال له لما تقع في الخطيه والشيطان يحاربك اصرخ وقول الحقني يا ابويا، وفعلا صرخ وقال الحقني يا ابويا. أول ما قال الحقني يا أبويا لقى نفسه جوا قليته. تصدقوا الحكاية دي؟ تصدقوها؟ الحكاية دي حصلت بجد. شالوا ربنا كده وطلعوا كده ومشاه كل المسافة دي ولقى نفسه جوا الدير، مش جوا الدير كمان، ده جوا قليته ونجا. إذا لما تقوم عليك الحرب اصرخ قل الحقني يا رب أنا لا أعلم ماذا أفعل لكن نحوك أعيننا. وإذا تقوم عليك الحرب ارفع السماعة لأب اعترافك وقل له الحقني يا أبويا أنا ضعيف.
أحبائي توبي يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنة، لأنه ليس في التراب من يذكر ولا في الجحيم من يشكر، بل انهضي من رقاد الكسل وقل له رب ارحمني عن الخاطي. أحبائي احنا في أيام صعبة وأيام توبة، ورب العمال يشد في ودان الناس. وقال إيه؟ قال الناس فرحانة عشان الحكومة فتحت الكلبات، والناس فرحانة عشان الحكومة فتحت الديسكوهات. وإحنا مش عارفين إن الشيطان عمال يفتح بقه كل يوم يبلع الناس. خلي بالك، إبليس عدوكم يجول كأسد زائر مبتلعا، يريد يبتلع كل إنسان فينا. خلي بالك، المعاشرات الرديئة تفسد الأخلاق الجيدة. خلي بالك، لأن مفتدين الوقت، لأن الأيام شريرة. خلي بالك إن ربنا مش بغير كلامه أبدا. اللي بيقولوا ربنا هيتنفذ. الزنا ده جرع الذكور والمأبونون والسكرين، وخد معاك الشتامين والحلفين والكذابين، لا يدخلون ملكوت الله. يعطينا الرب حياة التوبة. لإلهنا كل المجد والإكرام في كنيسته من الآن وإلى أبد. آمين.